خلافات مستمرة، هل تتطور الأزمة إلى صدام بين التيار والإطار؟ وسط تصعيد إعلامي بين طرفي الأزمة السياسية في العراق، التيار والإطار، عادت التوترات بينهما إلى الشارع مجدداً. فبعد هجوم إعلام الإطار على صدرين، هاجم التيار مقر قناة تتبع للإطار، وهذا ما يضع الأزمة السياسية على مفترق طرق، قد يدفع باتجاه التصادم مجدداً. العراق خلال الأشهر الأخيرة شهد أزمة سياسية بين الطرفين، تمثلت في اقتحام أنصار التيار الصدري المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، ومن ثم تطور المشهد إلى اشتباكات بينهم وبين جهات محسوبة على الحشد الشعبي أوقعت عشرات القتلى والجرحى. المشهد السياسي استمر على حاله مع التوتر والاحتقان بين الطرفين، خاصة وأن الإطار تجاوز شروط الصدر بحل البرلمان والتوجه نحو انتخابات مبكرة. نجح الإطار باستئناف عمل البرلمان في وقت يسعى حالياً إلى التوجه نحو تشكيل الحكومة، وهو ما يتقاطع مع شروط الصدر. التحديات التي يرسمها الإطار قد تجعل الصدر يذهب باتجاه المواجهة الشاملة لصد الخطاب المحتقن الذي تصدره جهات الإطار. فكيف ستنتهي الأزمة السياسية التي تعيش ذروتها، خصوصاً وأن هناك استعدادات لتظاهرات مرتقبة؟